إلى أي مدى الإعلام التونسي عرف يستغل حرية التعبير اللي عاشتها تونس بعد الثورة؟ هالنقلة النوعية اللي صارت كيفاش كانت تداعياتها شكلاً ومضموناً على قطاع عاش لسنوات طويلة تحت سلطة الحزب الواحد. مبادرة مناظرة في حلقة جديدة من برنامج زعمة تدعو الشباب باش يتناظر في موضوعهم قطاع عاش أكثر من 10 سنين مناخ الحرية في وضعية انتقال ديمقراطي صعيب. زعم الإعلام عرف يستغل حرية التعبير نهار لحد 27 جوان بداية من 9 متاع الليل على قناة 9.